وافق مجلس الشورى في جلسته 28 باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون في شأن الإسكان، والذي يهدف إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلائم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة 7 سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان. هذا وقد بينت لجنة المرافق العامة والبيئة أن صياغة مشروع قانون جاءت أكثر دقة وإحكاما واتفاقا مع القواعد العامة التي تنظم حق الملكية للمنتفع والذي آلت إليه ملكية المسكن، بعد موافقة وزارة الإسكان وأن يتصرف في المسكن بجميع التصرفات الناقلة للملكية من بيع ومقايضة وهبة ووصية ووقف، بينما أجاز النص النافذ للمنتفع التصرف بالبيع للغير فقط بعد موافقة وزارة الإسكان ومضي 7 سنوات على تاريخ تملك السكن. ثم نظر المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، حيث واصل المجلس بحث مواد المشروع وقرر الموافقة على عدد من المواد كما وردت من الحكومة، مع الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد أخرى وإعادة عدد منها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. مجلس الشورى توافق مع مجلس النواب في إلقاء شرط مضي 7 سنوات على تملك المواطن للوحدة السكنية في التصرف فيها، وأبقى الحقيقة على نص في المادة وهو متعلق بأخذ موافقة وزارة الإسكان على قبل نقل الملكية. طبعا أعتقد بأن هذا الشرط الذي أبقاه مجلس النواب ومجلس الشورى هو يتفق تماما مع المحافظة على كيان الأسرة من التعسف في التصرف في هذه الوحدة. اليوم ألغي شرط 7 سنوات ويستطيع البيع من حصوله على الوثيقة مع بعض ضوابط اللي هي بعد موافقة وزارة الإسكان. وضعت هذه الضابطة أو الضوابط حماية لكيان الأسرة حتى يكون البيع أو الهبة أو التنازل أو الوصية فيها يكون الأسرة باقي، أفراد الأسرة لا يتضررون.